أسبوع الغضب بامتياز، غضب الكل من الكل. لسعد اليعقوبي غاضب من الوزير حاتم بن سالم، الوزير حاتم بن سالم غاضب من الوزير المقال نجي جلولة، الولي غاضب من الأستاذ، التلميذ تائه وسط المعمعة غاضب من الكل، الولي في يوم غضب أمام مقر رئاسة الحكومة، الأستاذ في يوم غضب أمام مقر الوزارة. لا صوت يعلو فوق صوت الغضب. شد وجذب ما زال على أشده بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية، والنتيجة ضياع الولي والاحتجاج يطال حتى تلاميذ معاهدنا من الأطفال. فأين حقوق الطفل؟ وأين ما تفاخرت به تونس من مجلة الطفل؟ 2017 يرحل ناجي جلول وسط ضغط نقابة التعليم الثانوي، ويؤدي ذلك إلى إقالته بعد اعتماد النقابة ورقة حجب الأعداد خلال الثلاثي الأخير لسنة 2017. رحل الوزير وجاء وزير آخر، جاء وزير ثالث بالنيابة. 2017 تغيير حكومي يأتي بوزير رابع، حاتم بن سالم وزير التربية يدخل معترك الصراع. 2018-2019 بداية متعثرة لسنة دراسية مبتورة من الامتحانات، فقد تواصلت احتجاجات الأساتذة وأصبحت أكثر حدة في معاهدنا الإعدادية والثانوية، وأصبح التلاميذ محرومين من امتحانات الثلاثي الأول. وزارة التربية هي الأكثر تغييراً على رأسها بعد تداول 7 وزراء بعد الثورة، أي بمعدل وزير على رأس كل سنة، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة في ظل غياب الاستقرار وغياب الرؤية الشاملة للمنظومة التعليمية. 7 وزراء تربية منذ بداية الأزمة: الطيب البكوش، عبد اللطيف عبيد، سالم الأبيض، فتحي الجراي، نجي جلول، سليم خلبوس وزير بالنيابة، حاتم بن سالم آخر وزير. 7 وزراء والبوصلة ما زالت ضائعة تنتظر أن تستقر لها على صوت حكيم. معضلة التعليم العمومي في تونس تبدأ من الإضرابات وتنتهي بجحيم أمر، مدارس مفتوحة على كل الاحتمالات، مدارس ترتع فيها كل أنواع الجريمة، تلاميذنا أمام المعاهد تتقاذفهم دفة الضياع، ويستغل الفراغ مافيا توزيع الحبوب المهلوسة التي ما فتئت تنفذ سمومها في أجساد أطفالنا الغضة. أولياء اضطر بعضهم لترك وظائفهم والمرابطة أمام المعهد في انتظار قرار من الأستاذ، التدريس أو ترك قاعة الدراسة. ولي حدثني أنه جلب من بيته جراية ليأخذ وطرا من النوم في محاولة لأن يراقب ابنه أمام المدرسة. ففي تونس يضطر مواطن بعد ليلة من العمل أن يمضي يومه أمام حرم المؤسسة التربوية في انتظار مصير ابنه الذي قد يضطر لمغادرة قاعة الدرس مبكرا. في تونس تتزعزع ثوابت المنظومة التربوية، منظومة هي محرار نهوض الأمم وتقدم البلدان، وفي ظل غياب أفاق إيجابية لتحلحل الأزمة بين نقابة التعليم الثانوي والوزارة، تكتم العائلة التونسية أنفاسها أمام شبح السنة البيضاء. 7 وزراء والحال هو الحال، فهل من حكيم في البلاد ينهي كابوس العباد؟ تقريرنا الأول في برنامج في الموعد. تحاول لمياء العابد إقناع ابنتها بأن أزمة التعليم في تونس ستنتهي قريبا. تعيش لمياء مع عائلتها الكثير من التشتت جراء تعطل الدروس في المعاهد الثانوية. تتوجه رنا ابنة لمياء كل يوم إلى معاهدها القريب من منزلها في منطقة ابن عروس على أمل أن تستأنف الدروس من جديد، لكن دون جدوى. هنا أمام المعهد تطول ساعات الانتظار التي يمضيها التلاميذ طمعا في الظفر بحقهم في الدراسة، غير أن الحق في التعليم ضاع بسبب صراع بين نقابة التعليم الثانوي من جهة ووزارة التربية من جهة أخرى. صراع تدور راحه في أروقة المعاهد الثانوية، ليجد التلميذ نفسه وقودا لمعركة الخاسر الأكبر فيها عائلات تونسية تعيش حيرة مستقبل أبنائها. وزير قال ترميستر بلانش، خاطر ما وإلا قبل ما يقول ترميستر بلانش قال نعملوا معناه لي بالطاب بالكنترول كها، قالوا باش نعملوا حجب اعداد
قال معناها هو يحب يلقى حل، ومن طا معناها النقابة قادة مش تصعد. احنا ما عنيش ذنب في هذا الكل، ما عنيش ذنب، معناها نقولوا لهم راهو احنا جينا في النص، راهو مصلحتكم فين؟ مصلحتنا مانيش قادين نشوفوا مصلحتنا، قادين نشين في الساقين. احنا توالت ايام غضب الاساتذه، تجمعوا امام وزاره التربيه مره اخرى تنديدا بما يعتبرونه مماطله وتسويفا من السلطات الرسميه في تلبيه مطالبهم. دعت النقابه العامه لتعليم الثانوي الى يوم الغضب هذا، لكن الجميع يهدد هنا بالتصعيد في صورة عدم التوصل إلى اتفاقيات جدية مع وزارة التربية. أزمة التعليم في تونس أزمة قديمة تتجدد كل عام، عرفت ذروتها هذه السنة ليقاطع الأساتذة إجراء التقييمات خلال الثلاث الأول ويعلقون الدروس خلال الثلاث الثاني. احنا من عمناوي قاعدين في نحاولوا باش نقوموا بمفاوضات مع وزارة التربية. عندنا ثلاثة مطالب أساسية، هي بالأساس معناتها التقاعد، تقاعد. المطلب الثاني هو الترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية، والمطلب الثالث معناتها بالنسبة لنا ولا ما نحشموش باش نقولوه، هو الترفيع في المنح الخصوصية للأستاذ بصفة الوضع المعيشي للأستاذ ولا مدهور برشا معناتها كيف باقي القطاعات. غضب وغضب مضاد، الكل غاضب من الكل، فللأولياء كلمتهم أيضا. هنا تجمعت عائلة بأطفالها تطالب هي الأخرى سلطة الإشراف بالإيقاف الفوري للتصادم الحاصل والمتواصل بين النقابات والحكومة. يعي الأولياء جيدا دقة المرحلة التي تمر بها السنة الدراسية مع قرب الامتحانات الوطنية، ويقلقهم كثيرا الحديث عن سنة بيضاء. الأولياء غاضبون من قرارات الفاشحة بتاع النقابة اللي ما لها حتى معناها يعني أسباب يعني لا قانونية ولا يعني اجتماعية. أولادنا تعبوا، احنا غاضبون من أجل أولادنا. أنتم يا حكومة يا نقابة بيناتكم مشاكل، فضوها بيناتكم، علاش حطوا في أولادنا في الواجهة؟ رأي أولادنا تعبوا، رغم الصغار نفسيتهم تحطمت، فما صغار ما عادش يحبوا يقرأوا. لا ينذر هذا التوتر المستمر بين النقابات والحكومة بانفراج مرتقب في أزمة التعليم في تونس، تعليم تعددت عوامل تراجعه لتحتل تونس اليوم المرتبة 67 عربيا و76 عالميا من حيث جودة التعليم بعد عصر ذهبي شهده التعليم في تونس على امتداد العقود الماضية. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج في الموعد على قناة تلفزة تي في. نمر الآن إلى الجزء الثاني والكبير في برنامج في الموعد، جزء ضيف الموعد. ضيفي هذا المساء ضيف من الوزن الثقيل في الحقيقة في مكافحة الفساد، الأستاذ شوقي طبيب. أهلا وسهلا بك، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس. أهلا وسهلا أستاذ مبروك، وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. نبدأ من محطتك الأخيرة، كنت قد أعلنت منذ فترة قصيرة أن التقرير السنوي لسنة 2018 والذي يتناول التقرير حول مؤشرات الفساد في تونس سيتم نشره خلال 6 أو 4 أشهر قادمة. ماذا يحمل لنا هذا التقرير؟ هل ازداد الفساد في الدولة التونسية؟ احنا ان شاء الله التقرير كما ينص عليه القانون سيتناول بطبيعه الحال الجانب المتعلق بانشطه الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، سيتناول كذلك توصيات ومقترحات الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد بعلاقه بملف الحوكمه ومكافحه الفساد، وباش نحاولوا بالنسبه ل 2018 انه نركزوا على نقطه هامه ودائما نسائل عليها نحن كهيئه المتعلقه بالمآلات القضائيه للملفات التي تم إحالتها من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على القضاء خلال الثلاث سنوات هذه الأخيرة. طيب، ما دمتم قد تحدثتم على الإحالات للقضاء التونسي، تم إحالة أكثر من 300 ملف خلال سنتي 2016 و2017، وأريد أن أسأل هنا، هل تم البت في هذه القضايا؟ طبعا ما تمش البت في غالبيتها بحكم اللي الملفات الفساد التي تحال على القضاء عادة
معدل نشر هذه الملفات والبت فيها يتراوح بين 5 إلى 10 سنوات في بعض الأحيان. تعرف احنا عندنا إشكال فيما يتعلق مجال الإجراءات الجزائية التونسية اللي فيها عدة مراحل معقدة وطويلة، وإن شاء الله تو المجلة هذه بصدد مناقشتها، هناك لجنة لمراجعتها وللحد خاصة من مدة النشر بتاع القضايا عبر مثلا إزالة أو حذف دائرة الاتهام أو حكم التحقيق، ولكن أعتقد أن الاتجاه ماشي في اتجاه أنهم يحذفوا دائرة الاتهام. في نفس الوقت ملفات الفساد هي ملفات معقدة، هي ملفات ضخمة، هي ملفات تتطلب بحث أو أبحاث كبيرة، البعض الأحيان تتطلب أنه بعض الخبراء يعطيوا رأيهم إلى غير ذلك. فبالتالي هذا اللي نحب نفهموه عادة للتوانسة، أنه وراءه مش سهل أنك تحيل ملف، وهذا الملف يتم الفصل فيه كأنه قضية سرقة ولا قضية نشل ولا وإلا وإلا. فبالتالي الموضوع هذا ديما نطلب من الناس باش يكونوا نوعا ما صبورين، ولكن في نفس الوقت نحن نتفهم أنه لا يمكن الحال أن يتواصل ما هو عليه، أنه ملف يبقى 7 أو 5 أو حتى 10 سنوات للبت فيه. هل هناك تواطؤ من القضاء أو من مؤسسة القضاء في التعتيم على هذه الملفات؟ لا، هو أولا لا يمكن الحديث عن القضاء هكا صبرة واحدة. القضاء هو أقضية، فما قضاء مالي وإداري وعدلي، وفي نفس الوقت القضاء هو آلاف من الرجال والنساء واللي فيهم بطبيعة الحال، وإحنا نقولها هذه غالبيتهم الناس يعني اللي يحبوا يطبقوا القانون ونزهاء، ولكن في نفس الوقت تطبيق القانون يفرض عليهم إكراهات معينة من اللي أنا كنت نحكي فيها منذ قليل. فهذا لا ينفي بطبيعة الحال ولا يمنع أنه نجم نقول اللي هناك في بعض الحالات تواطؤ أو هناك يعني انخراط بعض القضاة ولا غيرهم في ملفات فساد، هذا لا يمكن إنكار، ولكن ليست هذه القاعدة. هل هناك ملفات مطروحة عن قضاة فاسدين في الهيئة؟ طبعا موجود، وإحنا الملفات هذه عادة نحيلها على المجلس الأعلى للقضاء وعلى التفقدية وزارة العدل، وهناك حتى بعض الملفات اللي تبدأ فيها حالات يعني صارخة مباشرة نحيلها حتى على النيابة. طيب أستاذي الكريم، تحدثتم في تصريحات إعلامية سابقة عن غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد، هل هناك إرادة في المقابل لترسيخ الفساد؟ لا أعتقد ذلك، وأنا باش نبدأ دقيق، أنا ما قلت أنه لا يمكن الحديث عن إرادة سياسية لمكافحة الفساد ولا لتوطين الفساد أو لترسيخه. احنا اليوم نعيش في وضع سياسي انه هناك ارادات سياسية، نعني به انه يمكن يكون وزير مثلا متفاعل ويريد ان يكافح الفساد، يريد ان يعني يركز معايير وسياسة الحوكمة الرشيدة، ممكن توجد زادة كذلك نقيضه، وممكن توجد زادة كذلك وزير نص نص، هذا كان مش نحكيه على السلطة التنفيذية. واذا تحدثنا نفس الشيء توجدوا، مادام نحكيه على إرادة سياسية، توجدوا مثلا على مستوى المشرع، ممكن توجد نائب ضد الفساد ومتحمس للحرب على الفساد، ممكن توجد كذلك العكس. بالتالي الوضع الحالي في تونس لا يمكن مطلقا أن نحكي على إرادة سياسية، يمكن نحكي على إرادات، لأن السلطة السياسية في حد ذاتها ليست محتكرة أو مقصورة في يد شخص واحد كما كان الحال بين فترة الاستبداد. طيب أستاذي الكريم، كان هناك محاولة لتمرير قانون الطوارئ الاقتصادية الذي أراد رئيس الحكومة التونسية تمريره، وإلى حد الآن هو معطل، هل يعني ذلك أنه كان هناك إرادة ربما لتقنين الفساد؟ لا ما أعتقدش، لأنه القانون هذا في جوهره ماذا يعني؟ يعني أنه في بعض الحالات الاستثنائية ولما يكون هناك ملف استثمار أو غيره هام ويتطلب أنه يقع تجاوز بعض العراقيل يعني البيروقراطية أو الإدارية أو القانونية، يمكن للجنة أو لرئيس الحكومة، أعتقد لأن المشروع يحكي على لجنة تحدث في رئاسة الحكومة، يمكن لهذه اللجنة أن الصفقات العمومية، كان هناك نية ربما لأن تكون الصفقات العمومية تتم بالمراكنة وليس بفتح العروض، فبالتالي هناك من رأى أن هذا القانون يفتح الباب واسعا أمام الفساد.
هو لا يزال مشروع، واعتقد لي لم يتم حتى مناقشته في مجلس نواب الشعب، فبالتالي لا يمكن الحكم عليه أو له. أنا مع أنه بطبيعة الحال يصير نقاش لأنه هذا قانون مهم، لأنه لا يمكن كذلك بالمقابل أن ننكر أنه هناك مشاريع استثمارية وإلى غير ذلك وتعطلت نتيجة البيروقراطية وتعطلت نتيجة تشعب التشريعات وإلى غير ذلك. يعني إحنا لا يمكن أن نرجم بالغيب فيما يتعلق بهذا المشروع اللي لا يزال مشروع. طيب إذا تحدثنا على رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أعلن حربا على الفساد في تونس، وهذه الحرب أدت في مرحلة ما إلى الزج بالسجن لبعض رموز الفساد، ولكن هناك من يعتبر أن هذه الحرب على الفساد مسرحية فقط من أجل ترويج صورة للحكومة التونسية في الخارج. كيف تنظرون إلى هذه الاعتقادات؟ يعني شوف، احنا كهيئة وطنية لمكافحة الفساد وقت اللي بدأت عملية الاعتقالات هذه إلى غير ذلك، قلنا مثلنا مثل غالبية التونسيين أنذاك أنه جيد أن الحكومة تشن حرب على الفساد، جيد أن الحكومة تفعل بعض من صلاحياتها إلى غير ذلك في مثل هذه الحالة بحكم اللي نحن نعيش حالة استثنائية. ولكن أذكر أننا وفي نفس الوقت طالبنا من الحكومة أن الموضوع لا يقتصر على الإيقافات، وطالبنا أن هذه الحرب على الفساد تتجه رأسا وأساسا وخاصة إلى منظومة الفساد وإلى القيام بالإصلاحات وإلى التوقي من الفساد عبر اتخاذ سلسلة من الإجراءات ومن القرارات، وإحنا بيناها وحكينا عليها في عديد المرات. إذن فهي حرب خاسرة في الحقيقة، فهي حرب ربما للصورة فقط لم تؤتي أكلها. أنا طبعا لا أستطيع أن أتحدث على النوايا ولا على حصيلة هذه الحرب من هذه الزاوية فقط. أنا ما يمكن أن أقول، وهذا مش حتى كلام زاد كذلك باش نوضح له كلام دبلوماسي ولا لغة خشبية، نحن تقييم حكومة وتقييم أداء رئيس الحكومة في هذا المجال قلناه ونعودوه بالمناسبة، فما حتى مشكلة. هناك أشياء جيدة صارت خلال فترة حكم يوسف الشاهد، من ذلك أنه مثلا هو من أمضى على الاستراتيجية الوطنية لحوكمة ومكافحة الفساد، من ذلك أنه مثلا حكومته هي التي طلبت استعجال النظر في بعض مشاريع القوانين الهامة كما القانون هذا الأخير من أين لك هذا، أو القانون المتعلق مثلا بحماية المبلغين بالرغم من المشروع تم قبل حكومة يوسف الشاهد إلى آخر ذلك. فبالتالي يمكن القول أن هناك جوانب إيجابية أو خطوات إيجابية قامت بها هذه الحكومة، ولكن في نفس الوقت نحن نعيب أو نلوم أو نقد اللي وجهناه الأداء الحكومي هو تقصير هذا الأداء الحكومي فيما يتعلق بتنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الفساد. دور الحكومي ودور رئيس الحكومة في هذا الجانب سنأتي على هذه النقطة لاحقا. نفس الشيء فيما يتعلق زاد كذلك بدعم السلطات ودعم الهيئات ودعم كل من يكافح الفساد زاد كذلك، على الرغم من أنه فما تحسن زاد كذلك لأنه لا يزال هناك من اعتبر المأمور. هناك من اعتبر أن يوسف الشاهد خاض حربا ضد رموز معينة وكانت حربا انتقائية في مجال الفساد. لا يمكن لي أن أخوض في هذا الجانب لأنه أنتم هيئة مكافحة الفساد، الهيئة نحن الوطنية لمكافحة الفساد، فلكم تقييمكم. نحن هيئة مكافحة الفساد، لا يمكن أن نرجم بالغيب ولا نتحدث في النواة. طيب أستاذ، كنت حاضرة معكم في العديد من الدورات التدريبية التي ارتأت تسليح الصحفيين بالآليات العلمية لتناول قضايا فساد في الإعلام التونسي، وكنتم قد حضرتم في أكثر من مناسبة حذرتم من تطبيع المواطن التونسي مع الفساد، وقلتم أن المواطن التونسي يساعد في بعض الأحيان على الفساد. لو تفسر لنا هذا المنطق، منطق التطبيع مع الفساد. منطق التطبيع مع الفساد نعني به ما يسمى اصطلاحا بالفساد الصغير، اللي عدد من مواطنينا الحقيقة يعني يقومون به ويعتبر الأمر عادي
عادي أنه يدفع رشاوى مثلاً لعدم خلاص خطايا أو لعدم القيام بواجبه الضريبي أو للحصول على رخصة أو للحصول على وثيقة إدارية أو للحصول على وظيفة. ونبهنا أنه هذا الفساد الصغير الذي يطلق عليه اصطلاحاً الفساد الصغير هو عادة يؤسس ويشرع للفساد الكبير. وبطبيعة الحال في نفس الوقت أنه عدم انخراط المواطن في مكافحة الفساد هو بطبيعة الحال زاد كذلك يشكل عائق كبير للجهود الوطنية في مكافحة الفساد. وأنه المواطن يعتبر أنه الفساد هو يقتصر على الكبار المسؤولين إلى غير ذلك، هذا زاد كذلك هو طرح مغلوط، لأنه مكافحة الفساد يجب أن تكون مكافحة وطنية مواطنية وينخرط فيها الجميع. سنأتي على هذه المسائل في وقت لاحق من ضيف الموعد، ولكن أنت تحدثت عن المواطن الذي يطبع مع الفساد. دعنا نحدثك نحن عن شباب من نوع آخر، شباب يحاربون الفساد بالفن. نشاهد هذا التقرير ثم نعود إلى مواصلة الحوار مع الأستاذ شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. في أغنية عن الفساد في الفن والثقافة يحاول معتز بن عامر إقناع لجنة التحكيم والجماهير الحاضرة. معتز واحد من بين 18 شابا تقدموا لمسابقة أغاني الراب، أربعة منهم فقط كانوا الأكثر حظا ليصلوا إلى الدور النهائي في مسابقة الراب ضمن فعاليات شهر ضد الفساد. طالبت لجنة التحكيم الشباب الأربعة بكتابة أغاني راب تتحدث عن مكافحة الفساد وقيمة الشفافية. انا مغروم من اللي صغير بالراب، دونك جي الوقت اني باش نبدا نكتب ونبدا نغني، ويعني نشوفه كل يوم في الفساد قاعد يمشي ويكبر في البلاد، سورتو من اللي جت الثوره يعني في بالنا باش تتحسن، بالعكس كل يوم قاعدين نشوفه في مستوي قاعد يتيح ويوخر، فهمتني؟ دونك لقيت الراب يعني حاجه نرتاح فيها، انا نجم نوصل فيه الميساج اللي نحب عليه، والشباب عندهم دخل كبير في الشيء هذا يعني باش يحسنوا البلاد. للسنه السادسه على التوالي تنظم منظمه انا يقظ فعاليات شهر ضد الفساد بالتوازي مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحه الفساد. على امتداد يومين عاشت مدينة الثقافة أنشطة عديدة، لقاءات وندوات ومسابقات في فن الراب والسلام وأفلام قصيرة تم تحضيرها من قبل شباب يافع، الهدف منها توعية المتابعين لهذه النشاطات بأهمية كشف الفساد وضمان النزاهة شعار هذا الملتقى. إذا الناس كلها نحكي نفس اللغة نجم نقوله، إذا نفس لغة مكافحة الفساد وقتها نجم نقوله إحنا ماشيين في ثنية صحيحة. اللي ينقصنا اليوم، اللي ينقصنا هو الإرادة السياسية اللي ماهيش كافية، اللي أنه نعلنوا على حرب على الفساد ما تكملش، أنه اليوم مثلا الاستحقاق الانتخابي واللي هو الهدف اللي على جاله معناها نولي ونغض النظر على قضايا الفساد ولا على رجال أعمال فاسدين، هذاك هو اللي عرقلنا نوعا ما. إذا إحنا نوعيه الشباب ونوعيه الناس بضرورة مكافحة الفساد ثم نلقاو الطبقة السياسية تعرقلنا، هذه اليوم معناتها نجم نقولوا أكثر عائق قدامنا وقدام المهمة متاعنا. فالمساج متاعنا اليوم هو أنه الكلنا كي نتحدوا ومساجنا يكون متحد، أنه نأثروا على صناع القرار، نأثروا على الناس اللي مثلا في مجلس النواب وعلى الناس اللي قادمة على الانتخابات باش نكونوا واعيين اللي هذا هو اليوم يعني الهدف متاعنا، أنه مكافحة الفساد هي اللي باش نجم تخرج تونس من الأزمات اللي احنا نعيشوا فيها. يعي معتز بن عامر أن الطريق نحو تونس الشفافية والنزاهة ما زال طويلا، كما يعي جيدا أن الشباب في تونس عليه أن ينصهر مع المجتمع المدني ويساهم في مقاومة الفساد بما ينتجه من فنون في شتى المجالات. فمرتبة تونس بعد الثورة تراجعت في مجال مكافحة الفساد لتحتل المرتبة 74 من بين 190 دولة، بعد أن كانت في المرتبة 59 سنة 2011. أول خطوة باش تنجم تقاوم الفساد هي توصل للرسالة متاعك وتوعي العبيد اللي فما فساد، خاطر احنا ديما نحكيو على فساد اون طون كو ظاهرة، أما كي نولي ونقولوه معناها السبب متاعه ومنين جاي وكيفاش نجمو نقاوموه، أمو العبيد ولي تعرف كيفاش.
بعديك يجي ليتاب الاخرى اللي احنا نبداو نقاوموا فيه، تنخرط في جمعيات ولا في الحياه السياسيه، تعمل دور الشباب ويبدا يظهر وقتها. اما الحاجه الاولى يبدا بالتوعيه، هذيك البالولا ني باش نقاوموا الفساد، خاطر انت ما تنجمش تقاوم حاجه ما تعرفش الباز نتاعها كيفاش تصير كيفاش كل شيء. احنا نشوف فيها كان كلام في التلافز، اما كي تولي تحكي فيها وتفسرها وتحللها بالفن نتاعك ولا بالطريقه اللي تحب عليها، امو هذيك الخطوه الاولى باش تنجم تقاوم. انتهت المسابقة وأعلنت لجنة التحكيم عن الفائزين، لكن لم ينتهي بعد رهان المجتمع المدني والشباب في تونس على محاربة الفساد، حرب أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ 2016 ولم تأتي بتغيير يذكر على مجتمع ما زال يؤمن أن الفساد آفة تضرب بمقدرات الدولة. أستاذ شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تفاصيل عديدة جاء عليها التقرير منذ قليل، ولكني سأقف على نقطة أعتبرها مهمة جدا. هناك شباب يقول أنه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعمل وحدها، دائرة المحاسبات والقضاء العدلي ولجنة التحاليل المالية وهيئة الرقابة المختلفة، الإعلام والمجتمع المدني والصحافة الاستقصائية كل يعمل على حدة، بل إن بعضهم ينتقد البعض الآخر. المبدأ واحد والعدو واحد هو الفساد، فلماذا كل هذا التشظي وعدم العمل المشترك من أجل مكافحة آفة الفساد؟ هو أولاً الاستراتيجية موجودة، هناك استراتيجية وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتم وضعها والمصادقة عليها منذ 9 ديسمبر 2016، على الرغم من أنه قرار أحداث هذه الاستراتيجية تم اتخاذه من طرف البرلمان اللي كان آنذاك اسمه المجلس الوطني التأسيسي في 9 ديسمبر 2012، واللي تفضلت به صحيح، وهو من ضمن الثغرات الكبرى بعلاقة بهذه الحرب على الفساد. ونحن دائما نطالب ونضع الإصبع على هذه الثغرة الهامة، وتوجدها في تقاريرنا السنوية وتوجدها حتى في التصاريح اللي أنا عادة نقوم بها كرئيس الهيئة، وأطالب دائما بضرورة توحيد وتنسيق والتكامل فيما يتعلق بالجهود الوطنية لمكافحة الفساد. وحتى منذ قليل في سؤالك الأول في بداية الحصة فيما يتعلق بتقييم الأداء الحكومي أثرت هذه النقطة وقلت أنه الحكومة اللي هي مفروض تقوم أكبر بدور التنسيق والتكامل مقصرة في هذا الجانب. فيما يتعلق زادة كذلك بدعم المجتمع المدني، أريد أن أذكر بأنه الهيئة تقريبا كل ما نقوم به عادة نقوم به بالشراكة مع المجتمع المدني، وهذه فرصة باش يعني نشكر مثلا منظمة اي واتش على ما تقوم به بعلاقة بتحفيز الشباب واستغلال هذه الآليات، آلية الفن، آلية الثقافة إلى غير ذلك، ونحن نقوم بهذا. ولكن بطبيعة الحال يجب أن يقوم بهذا الجميع. نحن مثلا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ننظم تظاهرات، نريد أن نستغل ونحشد الجهود الفنانين كسوا في المسرح، في السينما، الفنون التشكيلية، الموسيقى، كل تقريبا تظاهرة تتم دعوتنا كهيئة للمساهمة والمشاركة فيها عندها علاقة باستغلال الثقافة ولا التربية ولا الشباب إلى غير ذلك، نجيب بالحضور ونشارك فيها. وهذا بطبيعة الحال لأنه نعتقد واللي إذا كان لا يتم حشد هذه الجهود الوطنية وهذه الكفاءات وهذه القوى الحية في هذه الحرب على الفساد ليربح جولات، فإننا لن نستطيع أن نربح هذه الحرب. واضح. من بين الهيئات الرقابية دائرة المحاسبات، تقرير دائرة المحاسبات الأخير جاء ملغما بالعديد من ملفات الفساد ثقيلة جدا، كيف تعاملت هيئة مكافحة الفساد مع هذا التقرير؟ التقارير ذات المحاسبات دائما تكون ملغمة بملفات وبشبهات فساد وبثغرات في المنظومة التسيير الإداري والتصرف المالي وغيره في منشآتنا ومؤسساتنا الوطنية. وبطبيعة الحال نحن تقارير ذات المحاسبات نتحصل عليها ونقرأها ونتمعن فيها
ونستغلها في جهودنا لمكافحة الفساد. هناك بعض الملفات التي نستقيها من تقرير الدائرة ونتابعها قضائيا. بالنسبة مثلا للتقرير 2017 اعتمدناه في إحالات فيما يتعلق ببعض النيابات الخصوصية، تقريبا في 28 ملف استندنا إلى تقرير دائرة المحاسبات وقمنا بمتابعة بعض التحريات فيه وأحلنا هذه الملفات على القضاء. نستغل زاد كذلك تقرير دائرة المحاسبات فيما يتعلق بالعمل الوقائي، لأنه نحن الهيئة نقوم بدور كبير ومن ضمن مهامنا المسألة الوقائية اللي بتبيع الحال ما هيش من ضمن مهام مثلا دائرة المحاسبات. وهل تراقبون دائرة المحاسبات؟ لا لا، يعني لحد الآن بتبيع الحال نظريا مش نراقب. نحن يمكن أن نتقصى في ملف، وردت عليكم ملفات في شبهات فساد في دائرة المحاسبات؟ لا أبدا أبدا، لم ترد علينا ملفات تهم أداة دائرة المحاسبات ولا غيرها، ونحن تقصينا فيها. طيب، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تم إحداثها سنة 2011 بعد أو خلفا للجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. صحيح. تقرير هذه اللجنة منشور على موقع الويب للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. صحيح. تقرير في أكثر من 500 صفحة يكشف مكامن الفساد والمتورطين فيه، وهو وثيقة منسية في الحقيقة في تونس في مجال مكافحة الفساد منسية لمدة 8 سنوات. هل تم الاشتغال على هذه الوثيقة؟ أنتم طبعاً لا تتفقون مع أنها منسية. لا لا، ما هيش منسية، هذا التقرير هو تقرير مرجعي يتم اعتماده، يتم كذلك تدريسه ويتم الاستناد إليه حتى على مستوى الإقليمي والدولي، يعتبر وثيقة مرجعية. وهذا كلام بتبقى في الحال لا يكفي أن يكون وثيقة، يعني يجب أن يكون حجة من أجل مكافحة الفساد. طبعا. فيه كل التفاصيل بشأن مكافحة الفساد لمدة 8 سنوات، لم يقع البت في أي من قضايا التي تم الإشارة إليها في تقرير لجنة مكافحة الفساد. أنت تحكي على الجانب المآل القضائي لتقريبا 400 واش قضية أو 459 أعتقد ملف اللي حالتهم لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. طيب، هذا جانب. نعم. هذا جانب، وأنا نوافقك أنه حتى الأرقام أثبتت ذلك، لأنه أنا شخصيا لما توليت رئاسة الهيئة في جانفي في 2016 من ضمن الأشياء اللي أعطيتها أولوية هي ملفات تقص الحقائق حول الرشوة والفساد. وهنا ما نعرفش الوقت يكفينا ولا لا، جيت نلقى اللي اللجنة أنا ذاك تقريبا بتت في تقريبا 3000 ملف، وبقاوا تقريبا 6000 ملف. نعم، تتمكن جملة أكثر من 11 ملف لأنها لم تتمكن من فتحهم بطبيعة الحال، لأنه زاد كذلك هما كان زاد عندهم مدة حيز زمني قصير. إذن القضاء هو الذي لم يقم بواجبه ربما في هذا السياق. تقريبا خدموا في تقريبا في 8 أو 9 معناها أشهر، وتقريرهم تضمن التحليل والتفكيك لمنظومة الفساد وقت بن علي، وتضمن هل تغيرت المنظومة وتضمن إحالة لم تتغير المنظومة، وهذا اللي نحن ديما نحاول باش نفسروه. وفي نفس الوقت التقرير تضمن التوصيات، وهذه التوصيات بطبيعة الحال تم الأخذ بالبعض منها، وإلى اليوم لا نزال نناضل جميعا من أنه يقع الأخذ بالبقية. بالنسبة لسؤالك المتعلق بالمنظومة، طبعا وهذا يقولناه عدد المرات، ديما نقول وراء مكافحة الفساد لا يجب أن تقتصر فقط على مساءلة ومحاسبة ومقاضاة الفاسدين، هذا مهم ويجب القيام به، ولكن مكافحة الفساد يجب أن تتجه نحو هذه المنظومة. المنظومة لا تزال قائمة، لأنه ايش معناها المنظومة؟ معناها فما نصوص قانونية لا تزال موجودة، هناك بعض الرموز الفساد في المرحلة الفارطة ما زالوا موجودين حتى في سدة السياسة، ولم تتم محاسبتهم محاسبة بطبيعة الحال التي تليق بهم بين قوسين. فبالتالي هذا الكل يجب الالتفات إليه، وإحنا اللي يهمنا بعلاقة بملف الفساد ربما من المؤشرات نعتبرها إيجابية، على الرغم من أنه البعض يقرأها قراءة معكوسة يعتبرها لمؤشرات سلبية. لفات التوانسة توا حاليا أصبحوا تقريبا في مجملهم في غالبيتهم مناهضين للفساد،
وفي غالبيتهم أصبحوا يطالبون بمحاسبة الفاسدين، وفي غالبيتهم أصبحوا يعتقدون ويؤمنون بأن الفساد هو أكبر تهديد لتونس. ولا نعني به فقط التهديد على مستوى السياسي التوانسة، ولا عندهم وعي جماعي، هناك رأي عام تونسي وطني مناهض للفساد، وهذه في رأيي أهم خطوة. البعض يقرأها بالعكس. هو الكلام جميل، ولكن التونسيين يطالبون أنه يكون هناك مقاومة فعلية للفساد، يريدون أن يروا نتائج. هذا هو اللي نحكي فيه، مش كلام جميل، هذا التوصيف، هذا التوصيف لحالة. احنا باش نقاوم الفساد يلزم ساعة اول شيء يكون عنا يتوفر رأي عام مناهض للفساد، وهذا الرأي العام مناهض للفساد اصبح هو متوفرا وهو اللي دفع في اتجاه توفير جزء من الإرادة السياسية اللي نحكيه عليها ديما. أستاذي الكريم، أمر معك إلى باب آخر، وهو يتحدث عن قضية كنت قد رفعتها أنت شوقي طبيب ضد منتقديك، سيما من كتبوا تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي. آخر ضحايا هذه الشكاوى القبض على محمد ياسين العمري ابن السجين الصحبي العمري، الذي تم إلقاء القبض عليه الأسبوع الفارط بموجب شكوى كنت قد رفعتها أنت ضده لمدة شهر مضى، وكنت قد اشتكيت بوالده، وهو الآن يقضي عقوبة سجنية بسبب الشكاوى التي تقدم بها شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. هل يعاقب شوقي طبيب منتقديه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا لا، أنا إنسان أؤمن بحرية الرأي والتعبير، وأنا ظلت من أجل هذا ودفعت ثمن ذلك مثلي مثل عديد الرجال والنساء اللي في تونس زمن الاستبداد. ولعلمك أنا كنت من ضمن محررين مرسوم 115 و116، وكنت من ضمن المنادين بعدم إيراد أي عقوبة بدنية في هذا الباب. ولكن للتصحيح وقت مبروكة، أنا لا أشتكي من ينتقدني، من ينتقدني له حرية ذلك، وما فهم حتى مشكلة. أنا رجل عام مسؤول على هيئة، ويوميا هناك من ينتقد أداء هذه الهيئة وينتقد حتى أدائي، ولا هو حتى أن مثلا نوعا ما يتهجم علي، يقول شوقي الطبيب غير كفء، يقول شوقي الطبيب إنسان جاهل، له أن يقول كل هذا، وهذا أمر أقبله. ولكن هل أنك تعتبرين في خانة النقد أنه مثلا إنسان يكتب وقايع وينسبها لي بعلاقة بملف الفساد؟ مثلا نعطيك مثال، أنا شنو اللي نشكي به؟ نشكي مثلا نجي إنسان يكتب يقول راو المهرب فلان شوقي طبيب تدخل لإخراجه من السجن، وهذا المهرب لقاء ذلك أعطى لشوقي طبيب أو كتب له هنشير، هكا تكتب هك فهمتي هنشير، وهذا الهنشير بطبيعة الحال شوقي طبيب كتبه بدوره ورسمه وسجله باسم زوجته، وزوجته الآن بصدد بيع هذا الهنشير، وبطبيعة الحال هذه ملف من ملفات الفساد. أنا في حالتي إن سكت بطبيعة الحال مش نعطي، فأنت تعترف ضمنيا، يعني أعترف ضمنيا اللي الوقاية هذه صحيح، فبالتالي أنا أشتكي حتى أمكنه هذا الشخص من أن يثبت الشيء اللي هو معناها قال. طيب نعطيك مثال آخر اللي هو مجزدة من خانة الوحدة، يجي إنسان يتهجم على ابني أو يتهجم على زوجتي وينسب معناه وقايع وينسب معناه أحداث، بطبيعة الحال البعض فيها معناه ما نجمش حتى نعاود. هذا انتقاد؟ ما أعتقدش هذا اسمه انتقاد. طيب أستاذي الكريم، فبالتالي أنا أمارس حقي في أنه أقاضيه، وله أن يثبت صحة ما ادعاه أمام القضاء فقط. واضح، معقول جدا. طبعا هذه الشكاوى تم تضمينها في تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورفعتم عبر عدول تنفيذ هذه الشكاوى. هناك من اعتبر أن المرور عبر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل الشكاوى لأسباب شخصية هو إهدار للمال العام، كيف تنظرون إلى مثل هذا؟ هذا كلام، يعني سمحني في الكلمة، كلام معناه فارغ. هذا الناس تهجموا علي بصفتي رئيس هيئة، فبالتالي أنا عندي صفة موظف عمومي على معنى الفصل 128،
والناس هذم خاصة اللي احنا اشتكيناهم ثبت لنا وثبت للقضاء، والقضاء زاد نفس الشيء في قضايا أخرى مماثلة، ثبت إلى الناس هذوم مرتبطين بلوبيات متاع فساد ومتاع إفساد، ولوبيات مال فاسد، ولوبيات إعلام فاسد، ولوبيات سياسة معنا فاسدة، وهم يتهجمون عليك لأنك طبعاً هم من يعرفوني شنو علاقتي بهم، يتهجموا علي. أنا كانوا قبل يتهجموا علي لما كنت توقيت طبيب المحامي ولا الحقوقي ولا رئيس رابطة المواطن ولا عميد المحامين. أنا كي وليت رئيس الهيئة تدفع ضريبة أنك رئيس في ملفات هيئة، يعني كي وليت نحير في ملفات على القضاء وتشوف حتى تتبع معنا الكرونولوجي متاع التهجمات هذه، كي وليت نحير في ملفات على القضاء بدأ الهجوم علي بصفتي رئيس الهيئة وهجوم على الهيئة. فبالتالي أنا باش نقضيهم باسمي الشخصي، باش نقضيهم بصفتي رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. واضح. وبطبيعة الحال أنا الناس الكل معناها تعرف اللي اللوبيات هذه معروفة، والأشخاص هذوم معروفين، ولا عندهم علاقة لا بحرية الرأي لا بحرية التعبير ولا بحرية التدوين ولا ولا ولا، فهمتي؟ ونفس الناس الأشخاص هذوما ثبت ارتباطهم بلوبيات. من تقصد هنا بالضبط؟ من تقصد الصحبي العمري مثلا؟ لا أنا أخذر، شوف أنا رو بنسميش لأني منحبش نعطيهم قيمة أكثر من قيمتهم، فرجاء هذا معناها ظواهر كارثية على البلاد وعلى الانتقال الديمقراطي. وأنبه معناها بكل لطف، كل شخص حر وكل شخص يحب على حرية الرأي يحب على حرية التعبير أنه يدافع على مثل هؤلاء الأشخاص، لأنهم هذم أكبر تهديد لحرية الرأي والتعبير. وهذم وأنا أعي ما أقول، بعض أعداء الحرية في تونس هم بصدد تجميع ما كتبوه والأضرار التي قاموا بها حتى يبرروا في يوم آخر تكميم الأفواه والأقلام. جميل. أستاذي الكريم شوقي طبيب، ونحن نقوم بالبحث في موضوع هيئة مكافحة الفساد، لاحظنا أن هناك الكثير ممن يعتبون على آليات هيئة مكافحة الفساد في مكافحة الفساد. عماد الدايمي واحد من بين من انتقدوا عمل الهيئة، ولنا في هذا البرنامج في برنامج في الموعد زاوية نتناولها وهي الزاوية الأخرى. دعنا نشاهد معا تقييم عماد الدايمي لعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ثم نعود بعد قليل لمواصلة الجزء الثالث من حوارنا مع الأستاذ شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. أداء هيئة مكافحة الفساد يبعث على الخيبة، باعتبار أن هذه الهيئة لم تقم بالدور اللي كنا الناس كل نأمل أن تقوم به. شخصيا تعاونت مع الهيئة ومع رئيسها طيلة أشهر عديدة في 2017 وبداية 2018، ولكن تبين لي أن الجهود الكبرى التي بذلناها معا من أجل معناها إعداد بعض الملفات وإرسالها للقضاء، أن هذه الجهود لم تكلل وأن اللجنة لم تقم بواجبها. هذه اللجنة المفروض أنها تقوم بعملية التقصي، ولكنها لم تكن تقوم بعملية التقصي، لا تقوم بها على أحسن وجه. في مرات عديدة قدمنا ملفات كاملة ووصلت إلى القضاء ناقصة، ووصلت بصياغات معناها غير مهنية وناقصة. في مرات عديدة وشفنا اللي الهيئة تحولت إلى محامي للدفاع عن المتهمين في قضايا فساد، وصلت بالهيئة معناها العملية حتى أنهم المبلغ على حالة فساد أصبح هو المتهم في ملفات فساد دفاعا على المتهمين أنفسهم. شفنا الهيئة تسرب وثائق معناها في انتهاك صارخ لقانون حماية المبلغين، رسائل مثلا رسالة موجهة لي شخصيا فيها نتائج تقصي تحيلها إلى المتهم في الملف ويستعملها وينشرها في الصفحة الأولى من عدد من الجرائد ويقوم بحملة شخصية ضد المبلغ عن حالة فساد. هذا تواطأ مع الفساد واعتبرناه تواطأ فعلا. شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اتهامات خطيرة
لنائب في البرلمان التونسي، ما تعليقكم على ما كان يتحدث فيه الأستاذ عماد الدايمي، علما وأنه يقصد هنا بالأساس ملف فريد عباس الذي تتعلق به شبهة فساد في مجال النقل؟ أولا احنا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعاملنا مع سي عماد الدايمي السيد النائب مثله مثل عدد يعني لمحل للأسف موش كبير من السادة النواب اللي كانوا يجيوا للهيئة ويجيبوا ملفات تتعلق بشبهات فساد. وكما ذكر هو البعض من هذه الملفات قمنا حتى بإحالتها على القضاء، وكما ذكر هو زاد كذلك حتى فما ملفات اللي عندهم علاقة بحماية مبلغين أصدرنا قرارات حماية مبلغين لمبلغين، سي عماد الدايمي هو اللي جابهم لما ارتئينا كهيئة اللي هناك فعلا شروط القانونية لتوفير الحماية لهؤلاء الأشخاص. فما ملف فقط اللي صار فيه خلاف اللي هو فعلا جابهولنا سي عماد الدايمي وتم البحث فيه، والهيئة في الأخر حفظت هذا الملف. هذا اجتهادنا كهيئة وطنية لمكافحة الفساد، ولا يمكن بحال أنه تصبح الهيئة بين عشية وضحاها هيئة باهية وتعطي في الحماية وتحيل في الفساد على القضاء، وعنا حتى يعني رسائل شكر وثناء من سيد معنا عماد الدايمي لمجرد أنه ملف ما سيرناهش فيه فيما يتعلق بما ذهب إليه تصبح الهيئة هيئة فاسدة ورئيسها فاسد و و و. بطبيعة الحال عنا بعض الأشياء اللي يمكن قلنا البعض فيها ولكن ما قلناش كل شيء بعلاقة بهذا الملف وعلاقة عماد الدايمي فيها، ولكن لا أريد أن أخوض فيها. نحن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نقوم بعملنا وفقا لوجداننا، ولكن هو تحدث عن تسريبات، هو تحدث أن الهيئة تسرب وأن المبلغ أصبح متهما في القضية. أخت مبروكة هو اللي يحكي فيه، هو لما جابنا الملف ونحن حفظنا الملف بعد ما جرينا الأبحاث متاعنا، هو بطبيعة الحال هو نذهب إلى القضاء، هو أخي الهيئة هي الهيئة محكمة التعقيب استصدر حكم بات ونهائي فيما يتعلق بهذا الملف ولا في غيره. خلينا احنا في الأخير وين هزوها الملفات منحلوها للقضاء، وياما عنا ملفات اللي احنا ما حلناش للقضاء، وهذا ما يعنيش اللي راهو الشخص هذا اللي نحنا ما حلناش ملفه على القضاء عنده معناه صك براءة ولا يمكن مقاضاته، وهو اعتقد نفسه ذهب بهذا الملف إلى القضاء وممكن القضاء باش يعتبر هناك شبهة فساد، فبالتالي معناه ما عندوش علاش باش يعتبر اللي نحنا كيعطينا قرار معناه حفظ راهو إشكال فيه. الوثيقة اللي يحكي عليها هو قرار الحفظ، هو قرار الحفظ، واللي الطرف الآخر اللي هو إشكال به طالبنا به، لأنه بعد صدور قرار حفظ متاع الهيئة واصل سي عماد الدايمي في شن حملة على هذه معناها الشركة. فبطبيعة الحال هذه الشركة طالبتنا بنسخة من هذا القرار، حق ولا مش حق؟ نعم مو حق. نعم كيعطيناها نحن القرار هذايا سي عماد الدايمي اعتبر لدي تسريب وثيقة. تعرفش معناها تسريب وثيقة؟ نسرب وثيقة وقت اللي تبدأ وثيقة من أوراق الملف واللي هي تدين ولا تبرأ وإلا وإلا وإلا، واللي هو مثلا جابها لنا واللي احنا معروف شنو. فبالتالي هذا نوع سمحني معناه مع احترامي ليه نوع معناه من المغالطة التي لا تليق به. تواصلا مع حديثنا عن المبلغين، يتهم بعض المبلغين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأنهم تقدموا بشكايات وبلغوا عن ملفات فساد، ولكن الهيئة لم تستجب من خلال محققيها وكذلك من خلال إدارتها لنداءات هؤلاء المبلغين، حتى أنهم اضطروا إلى أن يتوجهوا لمؤسسات المجتمع المدني لأن الهيئة لم تنصفهم ولم تمنحهم صفة المبلغ. أذكر لك أمثلة في هذا السياق لأني قمت باتصالات ببعض المبلغين. سالم الطويل أحد المبلغين في الصيدلية المركزية، حمدي الشبعان في وزارة البيئة وهو كذلك أحد المبلغين، محمد صالح بواب من الخطوط التونسية وهو أحد المبلغين، نعيمة باشا، أنيس المناعي، رضا المعلاوي وغيرهم كثر ممن اتصلت بهم وممن يقولون أنهم تعرضوا للعديد من التضييقات والهرسلة وتم إقصاؤهم من أعمالهم، ولكن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لم تقف معهم ولم تحميهم. اتصلتش أنت، اتصلتش أخت مبروكة بالذين
حصلوا على قرارات حماية من طرف الهيئة. نعم اتصلتش نعم. بالذين هناك أمثلة. بالذين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فرضت إعادة إدماجهم وأعطاتهم حقوق واستحقاتهم المالية إلى غير ذلك. هناك أمثلة إيجابية، وهؤلاء يقولون أنها ديكور تستعمله الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل هذا ما يقولونه طبعا يعني في اتصال بهم. فهناك من يعني يحسون بالضيم، يعني نحن اللي نعطيوه قرار حماية ذاك الديكور. لا ليس هذا، هم يعيبون على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنهم يطالبونها في أكثر من مرة أن تمنحهم صفة المبلغ وتحميهم ولكنها لا تقوم بذلك. ألا تخشون أن يكون هذا ربما سبيل لانعدام ثقة المبلغ في المستقبل في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟ شوف، أولا خلينا نذكر ساعة بعض المعطيات الهامة. هذا القانون كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أبرز الدافعين والمدافعين حتى يتم معناها سنه. هذا القانون كان مشروع اللي تم تلخيصه لما عرضته الحكومة على مجلس النواب الشعب، تم اختزاله في كلمة هذا مش قانون حماية مبلغين، هذا قانون إياك أن تبلغ. وهذا ما قيل لنا أثناء اتصالنا بها. دقيقة خلينا نبدأ متفقين ساعة. شوف، الهيئة والمجتمع المدني والحركة الحقوقية وبعض النواب الشرفاء هم اللي حرصوا باش القانون لما كان مشروع تم تغيير وجهه متاعه وأصبح قانون لنا أن نفخر به بعلاقة بحماية المبلغين. هذه النقطة الأولى. ثاني نقطة، هذا القانون إلى اليوم لم تصدر النصوص التطبيقية المتعلقة به، وكان بإمكان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه تعتبر عدم إصدار النصوص التطبيقية ذريعة لعدم تطبيق هذا القانون ولن نطبقه. لكننا نحن طبقناه القانون وعملنا اللجنة داخل الهيئة وسعينا باش تتكون اللجنة المشتركة بين الهيئة وبين رئاسة الحكومة بالنسبة للملفات اللي هي قبل صدور القانون. يزمك تعرف اللي فهم هناك إجراءات وهناك شروط قانونية بعلاقة بهذا الملف، ولكن هناك 90 ملف لمبلغ لم يقع منحه من صفة مبلغ. شوف تنجم تكون حتى 300 ملف لم يتم إدراجهم ولا لم يتم إعطائهم صفة معناها مبلغ. هل تعتقدين أنه كل إنسان يجي للهيئة ويقول راني مبلغ عن الفساد وتم التنكيل بي يجب معنا مباشرة باش نعطيه نحن صفة المبلغ؟ لا، لأنه في المقابل هذا المبلغ ينجم يكون مبلغ ذا صبغة كيدية، تبليغ ذا صبغة كيدية، ينجم يكون إنسان يحب يحتمي بهذا القانون اللي الاعتداء على زملائه، أو هو نفسه نجم يكون إنسان معناه فاسد. بطبيعة الحال ما نحكيش على أني من أرفض أن أخوض في ملفات معناها شخصية. هناك أولا شروط قانونية، هناك حق الدفاع بالنسبة للهيكل ولا بالنسبة للمسؤول الإداري. ما كانش تتولي فوضى في البلاد. احنا القانون هذا هو قانون لازم تعرف اللي هو قانون غير شعبي ساعة بعلاقة بالإدارة وبعلاقة بالمسؤولين، لأنه هذا صحيح فما ناس معناها سمحني في الكلمة يبدأ عايش باندي على المسؤولين متاعه ولا غير ذلك، وأي حاجة يقول ما تمشي نشكي بكم الهيئة وأعطوني معناها صفة معناها مبلغ. الموضوع يتطلب تدقيق، الموضوع يتطلب احترام الشروط القانونية، الموضوع يتطلب زيادة كذلك احترام الإدارة ونواميسها وترتيبها. خلينا احنا ديجارة نعاني من الفوضى من التسعين، فبالتالي يجب استعمال هذا القانون وفقا لشروطه القانونية وفقا لمعايير. فبالتالي احنا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تجينا ملفات اللي نرتقي واللي هو يستحق باش نعطيوه الحماية نعطيوه الحماية. أي سمح من لم يمنح لهم فهم ليسوا أهل الآن. لا نجم يكون ملفه مازال بيطور. هناك ملفات مطروحة على الهيئة منذ 2016 و2015. تعرفش علاش؟ لأنه الملفات هذه جستمها خطر. الناس تحكي في حكاية معناها مش فاهم القانون. لأنه نحن الملفات اللي قبل 17 اللي قبل مارس 2017 يقع البت فيه من طرف لجنة مشتركة بين الهيئة وبين رئاسة الحكومة، لأنه بت فيه محدد. واللجنة المشتركة هذه فيها رئاسة الحكومة وفيها الهيئات الوظيفة العمومية إلى غير ذلك، وهي اللي تبت فيها معناها الملفات مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفما بطبيعه الحال نصاب قانوني نجم نجمش انا نجي نعطي نجي ندلس قرارات نتاع حمايه. فبالتالي انا بكل لطف ادعو المبلغين وغير مبلغين وحتى الناس اللي ساعات يحبوا معناها نوعا ما هكا ينبروا على الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، لانه هناك الكثير من المبلغين ممن يعيبون. يعني فقط حتى اكون امينه في نقل الرساله، حاتم الرصايصي حملني امانه وقال لي مدام ضيفك الاستاذ شوقي طبيب وهو يعاني من التشتت وكذلك اسرته تعاني من التهديد، قدم وقلتم أنه ليس هناك ملفات مقدمة بدائرة المحاسبات، ولكنه حاتم الرصايصي قدم ملفا عن تجاوزات في دائرة المحاسبات ويقول أن الهيئة لم تنظر فيه بعد. سنة كذا أنا سنة سنة 2017 مش صحيح. لو أنت جبت معنا ملف اللي يهم شوف أنا نرفض باش نحكي في ملفات خاصة وعلى العموم خلي باش نقصه معناها الحكاية. شوف اللي عنده قرار نتاع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يعتبر القرار هذا ظالم ليه وإلا قرار غير وجيه وإلا كما سي عماد الديمي يتجه إلى أين؟ إلى القضاء. يتجه إلى القضاء، وهناك من ترك الهيئة واتجه إلى القضاء. تفضل لي ولعلمك احنا تو الآن من الإشكاليات اللي نعانيوها أغلب قرارات الحماية التي أصدرتها الهيئة أو نقولها ربما لأول مرة تم إيقاف تنفيذها من طرف القضاء. هاي مشكلة مش ردها. إذن فالقضاء متواطئ في هذه الحالة. لا ما نقولوش متواطئ، واللي يحب يحمي المبلغين إلى غير ذلك يمشي يركز ضغطه شوية على المؤسسة القضائية، على مؤسسة القضاء، على السلطة القضائية. هناك فساد في المؤسسة القضائية. مش مقلناش فساد، لا مش فساد. هناك تغطية على الفساد. هناك عدم فهم كافي لهذا القانون. طيب. أستاذي الكريم، في إطار إرساء ما سمي بجزر النزاهة، نعم، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أبرمت اتفاقيات مع إدارات ومع وزارات، ثبت حسب تقرير دائرة المحاسبات والعديد من التقارير الأخرى أن فيها مبلغين توجهوا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهناك من يرى أن إبرام اتفاقيات مع إدارات ووزارات فاسدة وهناك مبلغين توجهوا إليكم ربما فيه ضرر لمبلغيكم. أعطيك مثال في هذا السياق، هناك مبلغين من وزارة البيئة والشؤون المحلية وأنتم أبرمتم اتفاقيات في إطار جزر النزاهة، ألا تعتبرون هذا أنه قد يضر بالمبلغين؟ سامحني مع احترامي لسؤالك، نعتبره نوع من الشعبوية، لأنه في الحالة هذه احنا اذا كان هيئه وطنيه لمكافحه الفساد اللي نحن مؤسسه الدوله ما عادش باش نتعاملوا مع اي اداره ولا مع الوزاره فيها مبلغين وعلى اساس اللي فما احد ما هو عاد نخرجوا من البلاد. اذا كل الوزارات والادارات فاسده ولابد ان نتعامل معها على ما هي عليه من فساد. دونك نحن نخرجوا من الدوله التونسيه وما عادش نتعاملوا مع حتى مؤسسه الدوله التونسيه، السلطة القضائية نخرج من السلطة القضائية. ولكن فلتصفى ملفات المبلغين أولا وقبل كل شيء، فلتثبت هذه الإدارات وهذه الوزارات حسن نيتها بتصفية حساباتها مع المبلغين ثم بعد ذلك تدخلون معهم. أنت تول يعني أنا أنقل لكم ما قيل لي من قبل العديد من مبلغين. في الحقيقة اتصلت بالكثيرين وهذا ما قاله لي، وبالتالي لابد من توضيح الأمور. هؤلاء تحملوا مشقة كبيرة ويواجهون تهديدا يوميا، فبالتالي من حقهم أن يعرفوا لماذا الهيئة لا تقف معهم وتحميهم. هو أولا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحد أسباب أن نبرم اتفاقيات مع الوزارات هو أنه عشان نحسهم أكثر بوجوب أخذ بعيد الاعتبار سياسات ومعايير الحوكمة وأصلاح المنظومة متاعهم إلى غير ذلك، والتعاون في الملفات اللي تجينا كهيئة ومن ضمنها الملفات اللي عندها علاقة بحماية المبلغين. احنا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نتعامل مع مختلف مؤسسات الدولة. يعيب الكثيرون على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طريقة الانتداب المباشر لموظفيها، وكذلك يطالبون ربما أن يكون هناك الانتداب عن طريق المناظرة كما يقتضيها القانون. ألا تعتبرون أن هذا ينتقص ربما من نزاهة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لأن هناك الكثيرين ممن يقولون أن الانتداب المباشر يفتح الباب أمام ربما تضارب المصالح؟
والله أنا ندعوك مباشرة الآن وحتى على الهواء أنك تفتح موقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. فتحته طبعا فتحته اليوم. أنا مباشرة إيش لقيت فيه اليوم؟ ما لقيتش فيه إعلان على النتائج. هناك إعلانات نعم هناك إعلانات ولكن التعيينات إلى حد الآن هناك من يرى أنها بالمحاباة. فليثبتوا ذلك. تو أنا أقول لك حل موقع الهيئة. يعني الانتداب اليوم في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتم عن طريق المناظرة. ما يسمى بإعلان على الانتداب ويتفضلوا ويتقدموا وهذا معناه ما يتم. كم مناظرة فتحت الهيئة؟ يعني عشرات المناظرات الموجودين في الهيئة اليوم جاءوا عن طريق مناظرات. بطبيعة الحال غالبيتهم فما بطبيعة الحال بعض الاستثناءات التي تهم انتدابات ولا احتياجات خاصة بالهيئة نظرا لخصوصية الهيئة واللي مثل. بطبيعة الحال مثلا أنا في علاقة بملف التقصي بعض المحققين نحن نمشي ونطلب منهم باش يلتحقوا معنا بالهيئة لأنه خصوصية عملية التحقيق والتقصي هذه تتطلب بطبيعة الحال كما احنا قلناها عديد المرات قلنا الهيئة تشبه حتى في بعض الأحيان حتى بعمل يعني استخبارات إلى غير ذلك. نعم. وعلما بأن القانون المنظم للهيئة يعطي لرئيس الهيئة هذه معنى الصلاحية الاستثنائية وعلما زاد كذلك اللي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تبقى لقانونها ما تخضعش معناها العديد من الناس يعتقدوا البعض الهيئة كأنها معنى إدارة تابعة الوزارة ولا غيرها. طيب هناك ربما بعض الذين تحصلوا على تقاعدهم ولكن يشتغلون اليوم مع الهيئة وما العيب في ذلك؟ هم يتقاضون جراية المتقاعد وكذلك يتقاضون من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رواتب. أليس هذا خرق للقانون؟ أولا ما هوش خرق القانون. بالهيئة بإمكانها أنها تتعاقد مع بعض الخبرات متقاعدين ولا غيرها مثل بقية معنا مؤسسات الدولة. وإحنا تعرف أولاً قديش عددهم هذوم؟ عددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. نعم. وهل تعلمين اللي ثلاثة أشخاص؟ نعم. ثلاثة أشخاص. نعم. ثلاثة أسماء. تقريباً نعم. من ضمن تقريباً 180 معناها إطار في الهيئة. هل تعلمين أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي من ضمن مؤسسات الدولة القليلة اللي تشغل 75% من الشباب و 65% من النساء وبالتالي نحن نحتاج مثل بقية مؤسسات الدولة إلى هذه الخبرات والقانون يسمح بذلك يأخذ تقاعد متاعه ومن بعد ينجم يعمل معناها باتيندا ويصبح معناها خبير ومراش أنا غضابة في ذلك وكنت بيدك أعطيتني العدد قلت ثلاثة أشخاص نعم. يعني أنفورمي ثلاثة على تقريبا 180 ما أعتقدش لي هذا أريد أن أسألك أنت تتنقل بالحماية الشخصية هل انعكس توليك رئاسة هيئة مكافحة الفساد بالخطر على حياتك الشخصية وعلى حياة عائلتك؟ والله الكل يعلم من اللي صارت تهديدات واللي صارت أعمال اعتداءات إلى غير ذلك. هل تم الاعتداء عليك؟ يعني مش بصفة معناها مباشرة تم الاعتداء على سيارتي 4 مرات تم الاعتداء على بيتي تم هل تم تهديدك بالتصفية؟ طبعا أحد الأشخاص اللي أنت بكري تعتبر اللي هو تم زج به في السجن أنه انتقدني فهمتي معناها هددني بالتصفية. هناك زاد كذلك بعض الأشخاص الآخرين اللي متحصنين معناها في الخارج من ضمن الوحدات هذية هددوا زاد كذلك بتصفيتي وهذا بطبيعة الحال يعني أنا رو باش نكون واضح هذا نعتبرهم شهادات اعتز بها لأنه مش المهم يتم انتقادك ولا تهجم عليك. هذه مسألة معناها كل إنسان يتولى الشأن العام معرض له ولكن شكون اللي يهدك وشكون اللي ينتقدك ولا شكون اللي بطبيعة الحال يروج حولك الأراجيف ولا الإشاعات. شكرا الأستاذ شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على هذه المصافحة وشكرا لحضورك في هذا العدد الجديد من برنامج في الموعد. إلى اللقاء نلتقي الأسبوع القادم.